تقف مع الفاصل الاستاذ طارق قنديل تعليق على الكلام الرائع طبعا في المجلس رانيا. بالدكتوره رانيا، يعني انا مكاني جنبها في جلسات المجلس، واكثر من داعم لينا سواء ايام الانتخابات او المجلس شغال بخبراتها المتنوعه، ويعني حاجه تشرف النادي الاهلي للامانه. نرجع نكمل كلامنا عن ملف تمام ملف كره القدم. فاحنا بنطمن الحمد لله، لان احنا اهلاويه زي جمهور، فان شاء الله الناس ما تقلقش. في لجنه كوره ان شاء الله شغاله كويس جدا، في اهتمام على طول باضافه كل ما يحتاج اليه الفريق. وزي ما بقول لحضرتك الملف فيه حساسيه مطلقه، اللي هو كمان ايه يعني ده من اهم الملفات الحيويه داخل النادي. وقبل ما نبدا اللقاء حضرتك قلت لي انه اصطلح واتفق مجلس الاداره الحالي على ان من يتولى اداره هذا الملف بشكل اكثر تخصصا هو لجنه الكره في النادي. بالظبط، ممكن على رأسها كابتن محمود الخطيب. طبعا في الجزء الثاني المحور الرياضي اللي هي الانشطه الرياضيه اتعمل، اللي هي فيما عدا الكوره يعني غير كره القدم، اتعمل هيكله لكل القطاعات النشاط الرياضي. التدعيم حصل، يعني في فرق مش محتاجه تدعيم. نعم. يعني لو في حاجه الطايره رجال وسيدات خدوا كل البطولات فمش محتاجه. هنتكلم عن ده كمان بالتفصيل بالنشاط الرياضي، بس نبقى قليلا مع كره القدم. حضرتك بتقول مجلس الاداره الحالي ولجنه الكره مطمئنين الى الوضع الحالي للفريق ومسار الفريق حاليا. طبعا والقادم افضل كمان، وان شاء الله القادم افضل. واهم حد في المنظومه اللي هو كلنا قانعين بيه هو جمهور كابتن محمود. الجمهور وكابتن محمود وكابتن الخطيب والخبرات الموجوده في النادي. حد بيقول الجمهور بيبتسم، لان هو بيعتبر نفسه. نعم. هو ده الحمد لله، يعني اسم كابتن محمود الخطيب هو من جمهور النادي الاهلي. هنرجع نكمل كلامنا، بس لابد ان نتوقف الان مشاهدينا مع فاصل قصير، وبعد الفاصل نعود لاستكمال الحوار.